بالطبع اليوم أنصار التيار الصدري قاعد يواجهون ضغوطات من قبل حكومة الإطار وحكومة السوداني. نعم. بالنتيجة أن حكومة الإطار والسوداني تشوف اليوم فت فرصة مناسبة وفرصة مثالية على القضاء على هيمنة التيار الصدري على مدى 18 سنة، وحضور الواضح كان والصريح في العملية السياسية. فما ممكن اليوم راح توصل إلى مرحلة ذهبية مثل هذه المرحلة. هذه فرصة يحاولون اليوم بإشعال بعض الحركات مثل ما تفضلت قبل قليل أنه أصحاب القضية وغيرهم، وتعتبر هاي جميعها هي حركات إطارية يحاولون الضغوط على أنصار السيد مقتدى الصدر. نعم. ويكسبون بعض العناصر الجيدة والقيادات الموجودة. تعرفين أنت اليوم أنه التيار الصدري يفتقر ماليا فقير، اقتصاديا فقير، سياسيا لا يوجد له حضور بعد انسحاب مقتدى الصدر من العملية السياسية. فيحاولون أنه يكسبون أنصار مقتدى الصدر والذهاب نحو الإطار. وسبق هاي العملية صارت أنه قيس الخزعلي انسحب، النجباء انسحبوا، أهل الحق. فبهاي الموضوع بهاي العملية يبدون يقدسون شيئا فشيئا من التيار الصدري ومن جمهور التيار الصدري. وذلك طبعا نتيجة أنه هو انسحاب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية. فيعني المفروض أنه موقف السيد الصدر يكون واضح خلال هذه الفترة من هذه الحركات، وموقف لازم يكون من أنصاره. وأنتم كما تعرفون أنه السيد مقتدى الصدر يملك كوكبة جيدة من الإعلاميين ومن السياسيين اللي يعملون تحت يده، لازم يوضح نفسه من خلال إعلان أو تغريدة على تويتر أو أي شكل من الأشكال، يوضح رأيه إلى الجمهور الصدري أولا والجمهور العراقي ثانيا. نعم.